مشاهدينا هنتابع مع بعض أهم وأبرز الأحداث اللي هتحصل النهاردة واللي هنتعرف عليها في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتواصل وزارة الأوقاف قراءة كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم للإمام النووي عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب في أداب الدعاء، وسينعقد المجلس الختامي بمسجد الإمام الحسين على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، من أهمها مباراة الزمالك مع أكاديمية سوار الغاني في تمام الساعة 9 مساءً، وفيوتشر مع الهلال الليبي في تمام الساعة 6 مساء. النهاردة والعشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي، هيلتقي بيرنلي مع بيرنموث في تمام الساعة 3 عصرا، وفي 5:30 مساء هيلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.